تفكر ايش فيه؟ يا اخي اطراسي اليوم ما نش داري. معنا الدكتور تقريبا نبيل الروضي. كويس، طبيب اسنان هو. ها يشرفنا هنا اكيد. يعني بس ان شاء الله يعني قنت فاهم الموضوع خلاص، ونحن معه المقابله، اساله اللي تشتي. وانت معي طبعا. أكيد. نشوف نشاهد نشوف نشوف. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا مع طبيبك، والذي نتطرق فيه إلى كثير من المواضيع الصحية. وموضوع حلقتنا لهذه الليلة بعنوان أمراض الأسنان. بداية نرحب بالدكتور نبيل علي الروضي، أخصائي طب أسنان، رئيس قسم الأسنان بمستشفى الكويت بصنعاء. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. طبعا دكتور، الموضوع هو كبير على قدر ما هو أسنان، لكن الموضوع كبير، فإحنا حاولنا نختصر لك بعض الأشياء. سؤالنا هو: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى آلام الأسنان بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر يمن شباب، قناة يمن شباب، على اهتمامها بمواضيع الصحية، خصوصا في مجال طب الأسنان التي نعاني منها في اليمن بشكل غير عادي. نعم. أما بالنسبة لسؤالك عن الأسباب التي تؤدي إلى آلام الأسنان، فحقيقة السؤال كبير جدا يعني. نعم. ولكن بشكل عام آلام الأسنان يبدأ بداية من وجود النخر السني الذي نسميه التسوس. التسوس. أيوة. فالتسوس هو السبب الرئيس لآلام الأسنان، إضافة إلى مشاكل اللثة التي تبدأ بالترسبات التي تنشأ عن عدم النظافة أو عدم استخدام الفرشة والمعجون بالمعنى البسيط. نعم. التسوس هذا مع مرور الوقت يبدأ ينخر في الأسنان شيئا فشيئا حتى يصل إلى العصب أو اللب. ها؟ نعم. ونسمع الطبيب بعدين يقول يحتاج إلى حشو عصب، وهنا يبدأ الألم الشديد. و حقيقة الشيء الذي في طب الأسنان الذي يختلف على غيره أن الألم قد يأتي فجأة. أيوة نعم. فيكون التسوس نعم. موجود ولا يعلم المريض بذلك، حتى يأتي بعد فترة، قد تكون أسابيع قد تكون أشهر، إلى الطبيب فجأة ويجد أن هناك سن مسوس ولا يدري بهذا التسوس. يعني ممكن يدخل مثلا هو نايم فجأة، ممكن فجأة في نصف الليل ترى يبحث عن طبيب. وهذه مشكلة الأسنان، ولذلك يعني ننصح الناس وننصح أن يراجع الطبيب على الأقل مرة في السنة، وهو في يعني في بعض دول أوروبا مرتين في السنة، لكن احنا نقول مرة في السنة يعني يعمل تشيك أب يعني بشكل سريع على أي شيء المشاكل الأساسية في الأسنان. يعني مش مكلف يعني بحيث لا ليس مكلف. نعم. وبالعكس يعني طب الأسنان يكون مكلف مع الإهمال. طيب دكتور. طيب. فاصل ونعود. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، ونواصل حديثنا مع الدكتور نبيل علي الروضي. كما كذلك معنا في الاستوديو ضيفنا الدكتور صهيب الأديمي، أخصائي تجميل. تفضل يا دكتور لو تكرمت. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا دكتور في برنامجنا. طبعا الموضوع هو عن أمراض الأسنان بشكل عام، فدكتور قد تكلم عن الأشياء والأسباب التي تعرض الأسنان أو الفك لآلام وكذا. فسؤالنا طبعا مطروح للدكتور نبي، هناك ممارسات وعادات خاطئة حول نظافة الأسنان عند كثير من الناس، ممكن نوضحها وبعدين إذا في شيء ممكن. وحقيقة بالنسبة للنظافة هي تعتبر مفتاح الحل للأسنان، وحتى لا يصل الشخص إلى مرحلة التسوس ومرحلة التهاب اللثة، العلاج والنظافة، وهي شيء بسيط جدا. نعم. لكن الإشكالية الكبيرة أن هناك مفاهيم خاطئة حول النظافة. مثل أيش؟ مثلا يعني جي على المستوى الناس المهتمين بالنظافة فرضا. نعم. فهناك بعض عند الناس إفراد في النظافة، فتلاقيه ينظف في اليوم أكثر من 5 إلى 6 مرات، وهذا ربما يؤثر على يؤثر على الأسنان، خصوصا مع استخدام فرشة خشنة
يعني فرشة الأسنان يكون لها مواصفات معينة؟ نعم. ممكن يعني لا مجال الحديث عن بالتفصيل في هذا الحلقة، ممكن بشكل عام، لكن تكون يعني ليست بالخشنة وليست بالناعمة، تكون وسط. والطريقة طريقة التنظيف كذلك لها أثر غير عادي في النظافة، فبعض الناس يستخدم الفرشاة بأسلوب عشوائي وخشن. والتنظيف معروف أنه يكون من فوق إلى تحت في الأسنان العليا، نعم. ومن في الفك السفلي من تحت إلى فوق. أضف إلى ذلك طريقة التنظيف عن طريق استخدام بعض الطرق الخاطئة، مثل استخدام الأعواد، هذه ما يسمى بالبلدية المنخاخ. نعم. أيوة. فهذه طريقة خاطئة جدا، من أهم من أكثر أسباب التهابات اللثة، ومن ثم ما نسميها التهاب الورم في الأسنان. الورم عندما بالضبط، نعم. يجي المريض يريد أن يخرج بقايا الأكل من بين الأسنان، فطبعا مع العملية هذه تعمل فوارق بين الأسنان، ويتجمع أكثر الأكل ويدخل إلى تحت اللثة، ومن ثم يحدث الالتهاب الذي يعني في بعض الحالات ليس هناك علاج إلا خلع هذا السن. طيب، هناك فتلة أو كذا، صح؟ ما يسمى الخيط السني. نعم. الخيط السني طبعا يحتاج المريض أن يستخدمه، وليس في أي تأثير، يعني يحتاج أن يستخدمه بنوع من الحذر، ويكون الخيط خيط طبي. في بعض الأحيان ترى بعض الخيوط الذي يبيعوها حتى في الجوالات، هذه ليست خيوط طبية. طيب. وفي بعض الأماكن الغير المناسبة لبيع مثل هذه الأشياء التي إيش لها أثر كبير على الأسنان. طيب دكتور صهيب، لو تكرمت، هل لديك أي يعني ملاحظة تعقيب حول هذا نظافة الأسنان وما تنظف وكيف الطريقة الصحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، أمراض الفك بشكل عام، أمراض الأسنان، يعني مش أمراض الأسنان، يعني مسببات آلام الأسنان، نعم. وتلف الأسنان، و احنا ما بتكلمش عن الاسنان بس بذاتها، لكن بتكلم عن الفك كامل، اللسان والغدد وال بشكل عام، بحكم اننا تخصص جراحه فك، نعم. وهذه الاشياء للدكاتره الاسنان، يعني مش لنا الاسئله هذه، لكن انا يعني ممكن انا في بعض الاشياء، يعني بعض الالام، الام السن، يحتاج الانسان بعض الاحيان انه يعمل فحص دوري، صح؟ كلام سليم، بس امكانيات الفحص الدوري صعبه. عفوا، كيف صعبة؟ الدكتور بيقول لك سهلة جدا. لا، صعبة جدا. من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ بعض الأحيان يروح واحد يعمل فحص دوري، يطلب منه طبيب الأسنان يكشف عليه الأسنان، فيشوف فيه سن مسوس، يشوف فيه جير، أي معرفة ترسب، يشوف فيه التهاب في اللثة، يشوف يطلع عنده مبلغ، و يعني تطلع فوق المبالغ الخيالية. فالرجال يتعقد، يقول لك أنا طلعت عندي بلاوي داخل، أنا مش عارف. فيعني انا انصح انه ما حد يجي لعن طبيب الاسنان الا عندما يشكو من شيء معين. عفوا، و حتى لا يصاب بحاله نفسيه، لانه عندما يصاب بحاله نفسيه يتعب، لانه بعض دكتور عفوا دكتور الدكتور يعني تكلم وتحدث ان الفحص الدوري للاسنان ليس مكلف، حتى اذا في اي شيء برضاه، يعني اهم شيء يعرف ما فيه. فما رايك دكتور في كلامك؟ حقيقه بالنسبه للفحص الدوري قد يمكن يجنب المريض الخسارة الكبيرة. طيب، رأيك في الدكتور أنه لا يسأل الله ما قدر؟ أحيانا قد يذهب المريض. دقيقة، نحن عندنا في أتكلم يا أخي، أنا من أول بسمعك وبسمع الدكتور. طيب، ما سؤالي يا دكتور لو سمحت، سؤالي بس اسمح لي يا دكتور، لو سمحت وعن الناس في عملية أنه وقت ما أصاب أروح لطبيب الأسنان. دكتور لو سمحت، تفضل يا أخي. لو سمحت، الدكتور قال أن الفحص الدوري شيء يجنب الكثير من الناس لما هو أعظم، بينما أنت بتقول مش ضروري الفحص الدوري إلا لقدر المريض، نعم. يمرض. ما رأيك يا دكتور في الكلام؟ يعني في كلام الدكتور حقيقة، يعني مثل ما تكلمت، الفحص الدوري يجنب المريض اولا المشاكل الصحيه. انا اقصد راي الدكتور عندما قال انه مش ضروري يروح الا لقيت في حاجه. لا يعني ايش رايك في كلامي؟ يعني انا حقيقه ارى انه لابد ان يذهب المريض ليفحص دوريا. وحقيقه انا بالنسبه لي من خبرتي تجربتي الخاصه ارى ان بعض الناس يعني ياتي والسن او الضرس او يعني اصبح لا يمكن ان تعالجه. طيب، بينما لا جاء قبل أشهر أو قبل كذا. نحن نتلقى طباء التجميل. هل نحن كلام حقيقي؟ أستاذنا عفوا، نحن نتلقى طباء التجميل بعض مشاكل الأخطاء في الفك،
يعني تكون نتيجة إهمال المصاب أو المريض هذا أو الشخص الذي يعاني من ذلك. هو حقيقة نحن هو حقيقة يعني كلام الدكتور يعني ما أدري أنا من أين ينطلق من, من نعم هذا اللي نريد لكن حقيقة أنا يعني الكلام المنطقي أن المريض هذا لو ما يفحص بشكل دوري يتجنب حتى في السنة المرة يعني, يعني الناس يعني بعض الناس تخيل بعض الناس تخيل ما دخل الشماء البرتقال أو برتقال أو ما هذا هذا يستخدموه كثير تعرف التدخين اي طيب اثاره كثيره سلبياته كثيره تكلم عن هذا الموضوع طيب دكتور احنا بنتكلم في عالم الاسنان نتكلم لي كيف انا اتعامل الناس ننصحهم عن البرتقال احنا بنتكلم في عالم الاسنان يا دكتور بنتكلم في عالم أيوة الاسنان أيوة ما بنتكلم في التدخين هذا موضوع اخر تكلم لي عن امراض اللثه من ناحيه السبابه ما الدكتور ذكر عفوا دكتور انا اشتي تعقيبك على كلام انه لا يصير الشخص الا لقى الترسه يعني خلاص هذا كلام خاطئ جدا يا اخي عفوا دكتور من جبت الكلام هذا كلام غير اكاديمي وحقيقه احنا يعني إذا كان المريض يذهب إلى الطبيب عند الألم الشديد فأحياناً أو في بالمجمل هذا المريض يحتاج إلى أحياناً إلى علاج الجذور وهذه حقيقة بتضاعف المشكلة وممكن يعني على 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 المدى البعيد بيخلع السن هذا يا أخي لكن لو ما يأتي المريض والمشكلة بسيطة في حالة نعم نعم يمكن أن تعالج المشكلة هذه بهدوء نعم والمريض كذلك يرتاح نعم ويعني في حالة هناك قراءات كثيرة يعني في حالة الألم بعض الأحيان تكون فيه التهاب بسيط تستخدمه مهدئ وانتهى الموضوع ما في داعي تروح الدكتور أسنان لأنه ممكن شوف أنا بقول لك يعني استخدام بعض المواد وأنت نايم قبل ما تنام تشرب حليب تأكل أي حاجة وتنام مش كل الناس بيشربوا حليب يا دكتور الله يرضى عليك تترسب بكتيريا هناك وهنا يحصل التسوس نحن ممكن نتكلم عن هذا الموضوع ما دخل الحليب في الموضوع يا دكتور الله يرضى عليك ما دخل الحليب في الموضوع الحليب والأكل عندما تأكل ولا أنا معك أنا إحنا بنتكلم عن الأكل بين الأسنان بين عند اللثة عندما يكون في هذا تسبب أمراض اللثة وتمرض يعني أنا ما مهدئ ومسواك وصلى الله وبارك يعني مهدئ في حالة الإصابة الشديدة في حالة إنه دخل في تروما في يعني في عمل إصابة يروح عند طبيب الأسنان تجميل هذه الأشياء حقيقة العلاج الشيء لا يعالج إلا بالشيء المناسب فمثلا جاء شخص عنده تسوس فأنت بتجيب له مهدئ اليوم نعم وتي بلا بكره مهدئ نعم ولكن الضعف مع الوقت سياتي ما يقبل ضعفت في بعض الحالات ايش اقول لك ان كثير من الناس يستخدم المهدئات ياتي بعد اشهر وان اصبح عنده قرحه في المعده بسبب هذه المضاعفات فانت لابد ان تعالج ايش المشكله بالضبط فاذا كان هناك في تسوس فلا بد ان تنظف هذا السن مش كثيره يعني يعني كثير من الناس حتى تلاحظ ان هناك عادة احنا بنروح احيانا دكاتره وفعلا طوابير لا لا بيتكلمني من اول بيعيد نفس الموضوع انت عفوا يا دكتور انت يا اخي طبيب اسنان انا طبيب اسنان يا اخي وتخصصت في دوله تشيكوسلوفاك علاج الفك من تجميل تجميليه فقط طيب الدكتور ادى كلام غير صحيح وده وجهه كلام صح يا دكتور بسمع انا ارى اذا يعني اذا هو موجود انا امشي لي يعني ليش نقصتي انا لانه حقيقه كانه اتجاه معاكس احنا ما بنتكلمش على لا لا مش اتجاه معاكس بس وضع احنا نتكلم لا لا يا دكتور عفوا احنا نتكلم على مواضيع كيف نفيد الناس هذا الموضوع هذا اهم موضوع كيف تفيد الناس ما هو الان في نصيحه نظف اسنانك في نصيحه يا دكتور اعمل كذا كذا يعني كيف نستطيع ان احنا ايش نوصل رسالتنا بدون ان نشوش الموضوع الموضوع ولا الان المستمع نفسه يعني سيصل الى قناعه انه خلاص هذا يعني اصبحك ان احنا بنتناقش بين الطب التقليدي والطب هذا اللي انا هذا موضوع ثاني هذا موضوع هذا اللي الان ايش نقدمه للناس للجمهور للمشاهد ايش نقدم له هذا هذا اخر تماما يعني يا استاذ هذا يا دكتور اللي انا جيت عشان على هذا الطريق يا دكتور انا اقول لك انا احترم قناعتك لكن حتى يعني نوصل للمشاهد يعني رؤيه واضحه عن عمليه كيف انه يهتم باسنانه بدون ان نشتته لانه هكذا عن شتت المريض لما انت يسمعك تقول مش ضروريه سرطانات وانا اقول لك لا اجاوب عليك مش عارف ايش امكانيات الناس غير متاحه غير متاحه ضروري اكون في مستشفى عام معروف لدى الناس عشان يعرفوا ان انا طبيب تجميل خلاص يا دكتور دكتور على عيني الدكتور بيد غلط علي بكلمه لما قال علي كذا لما قال انا ايش اعرف انك طبيب اسنان يعني جماعه انتم جايبين لنا برنامج مش جايين تريق على بعض احنا هنا عفوا يا دكتور معك برنامج يا اخي قولها معك اسئله دي لي مع الدكتور اسئله دي له اسئله خلاص طيب تم الموضوع طيب وعفوا برفع رجلي اشرب اشرب يا دكتور لو سمحت اشرب هدا اصابك اشرب اشرب والله عاد تقول مش حاجه تاتي يعني ممكن
ساعه ما عنده يقول يعني هو شيء يتكلم كلام مقتنع فيه عادي مش مشكله. ف انا ممكن اطرح له السؤال، ممكن اطرح له السؤال عشان هو هذا بالضبط يعني. أيه يعني ما نشيش ندخل في عملية في الشجار والنقاش حول الأشياء. أنا بسكت، أنا بسكت، أنا كلامي مع الدكتور أكرم مش معكم. خلاص أستاذي إحنا عندنا اختمنا بعد تعطي نصيحتك بعد كلامي مع الدكتور أكرم الأخ هذا اللي قدم اللي جالس يهمنا هذا الشخص المخرج والأخ اللي يهمنا من أول جالس مش عارف السي في حقي. ما أنا كلامي مع الدكتور أكرم مش مع الأخ. تفضل تفضل تفضل، خذ راحتك خذ راحتك، وأنت كمان غلقت الباب وغلطت علي، خذ راحتك. أنا جيت تهزع هنا، استغفر الله، ادرس سنين وتعب كل شيء واجيني هنا مقابله. نطلع خلاص، خلينا نطلع. طيب تفضل تفضل. طيب رجلي يا دكتور، ما عفوا يا اخي، كمل برنامجك كما كما كان. عفوا يا اخي، عفوا يا اخي، عفوا. خلاص يا اخي خلاص، انا بخرج من هنا. خلاص خلاص، انا بخرج من هنا. عندنا احنا وانت قنبر انا لحالك. عفوا، ما بخرج الا لما تكمل البرنامج. كمل البرنامج اخرج. في الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور نبيل علي الروضي على سعة صدره وتحمله لنا في النقاش المثير هذا. طبعا يا دكتور أنت كنت معنا في برنامج عاكس طب. أيوه أهلا وسهلا بك. حياك الله يا دكتور. حياك انا على فكره، توقعت هذا الشيء. انا جبت الدكتور يعني متحمس برا. انا انصح الساده المشاهدين ان يهتموا بنظافه اسنانهم، يعني ولو في اسوء الاحتمالات مره واحده في اليوم، هذا سيغنيك كثير عن مشاكل الأسنان. نعم. النظافة ثم النظافة ثم النظافة. شكرا دكتور، نشكرك دكتور.